قافلة جهوية للتعمير تحط رحالها بالجماعة القروية أيتقبلي بإقليم أزلال، مناسبة قدم فيها أطر ومسؤولو الوكالات الحضرية بابن ملال وخنيفرة توضيحات ونصائح للساكنة بخصوص مساطر البناء والمحافظة العقارية. جينا للجامعة ديال تقبلي، راك شفتوا الأجواء كيفاش كانوا، قدمنا التصريحات، التسهيلات، شرحنا للناس البناء في العالم القروي. اللي لاحظنا هو أن المشاكل هادو مناطق جبلية، جامعة جبلية كتشابه المشاكل كتشابه، عندهم المشكل ما فاهمينش المسطرة، فهمنا اليوم المسطرة اللي بغا يبني، فهمنا اليوم شنو هما التسهيلات اللي عندهم اللي ممنوحة لهم في إطار المساعدة المعمارية التقنية، المشكلة ديال التحفيظ في العقار. القافلة تنخرط ضمن مجهودات الوكالات الحضرية الرامية إلى زيادة الوعي بإجراءات ومعايير البناء وكذا تقريب الخدمات من ساكنة المنطقة. احنا كمجلس حضرنا لهذه القافلة وكنستبشروا خيرا لأنه غادي نتعاونوا على أساس أن نحلوا مجموعة من المشاكل مع المواطنين ما يتعلق بالبناء، كل ما يتعلق بالتعمير، نحسوا المواطنين على أساس أنه تكون عندنا واحد الجماعة جامعة نموذجية. من المتوقع أن تزور هذه القافلة التي تعد المرحلة الأولى من رحلة إلى هذا الإقليم الجبلي بالأطلس المتوسط 49 جماعة قروية متواجدة بالأقاليم الخمس بجهة ابن ملال خنيفرة.